المستهل بالحدث التربوي الوطني، حيث التحق صباح اليوم قرابة 12 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة عبر الوطن. وبالمناسبة أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد على الانطلاق الرسمي للسنة الدراسية الجديدة من المدرسة الابتدائية صالح ولد عودية ببلدية بن عكنون بالجزائر العاصمة. هذا وعقد وزير التربية الوطنية ندوة صحفية أكد من جديد فيها عن جاهزية القطاع التربوي لهذا الدخول المدرسي، وطمأن أولياء تلاميذ المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة عن تأهيل المدارس التي لحقتها بعض الأضرار بعد ترميمها. القطاع التربوي الوطني جاهز لاستقبال ما يقارب 12 مليون تلميذ وتلميذة في هذا اليوم، وتحضير الدخول المدرسي شرع فيه ابتداء من شهر نوفمبر 2023، وتحضير الدخول المدرسي لا يقتصر على قطاع التربية فقط، لكن هي كل حكومة تشتغل وتحضر للدخول المدرسي والدخول الاجتماعي، ونحن جاهزون وسيلج إن شاء الله أبناؤنا في هذا اليوم مقاعد يعني مدارسنا ومقاعد دراسة. بالنسبة للولايات التي لحقت بها أضرار، يعني المؤسسات التربوية التي لحقت بها أضرار جراء أمطار غزيرة، أطمئنكم أن الحكومة قامت بكل الإجراءات لإعادة تأهيل بعض المؤسسات المتضررة. إذن التحق صباح اليوم تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث بمقاعد الدراسة في ظروف تنظيمية وأجواء مفعمة بالحيوية والنشاط من قبل التلاميذ والأساتذة والمؤطرين، وهذه الصور التي تتابعونها من ولاية وهران. نفس الأجواء طبعت الدخول المدرسي بولاية تندوف، حيث سخرت كل الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح الدخول المدرسي الجديد. وفي ظروف تنظيمية محكمة التحق تلاميذ الأطوار الثلاثة بولاية قسنطينة بمؤسساتهم التعليمية. هذا وقد سخر للدخول المدرسي 2024-2025 ما يلزم من إمكانات مادية وبشرية حسب ما تبرزه الأرقام الآتي. لرئيس الجمهورية يمثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الجزائر في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79، حيث سيشارك في قمة المستقبل التي تعقد اليوم وغدا بنيويورك. وعلى هامش هذه الأشغال أجرى عطاف محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول الشقيقة، حيث تباحث مع كل من وزيري الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر الدين العاطي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز كاي كوامبا فاغنر، وكذا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان رمضان محمد عبد الله جوك.
المحادثات تناولت التنسيق والتشاور حول أهم القضايا والمسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وسبل حشد الجهود البلدان العربية لتعبئة المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، إلى جانب الاستحقاقات المرتقبة على الصعيدين الثنائي والقاري. في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والذي يدخل يومه 52 بعد 300 بارتكاب مجازر بحق المدنيين الأبرياء راح ضحيتها 119 شهيدا و209 مصاب خلال الساعات الماضية. هذا واستشهد وأصيب فجر اليوم عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال على دير البلح. يحدث هذا في وقت حذرت فيه إدارة مستشفى شهداء الأقصى من خطر خروجها عن الخدمة خلال أقل من 10 أيام لنفاذ كميات الزيوت وقطع غيار المولدات الكهربائية ومنع دخولها، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية. وبالضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق طول كرم، حيث أصيب شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في منطقة وادي الحمص شمال شرق بيت لحم. في الرياضة، ولحساب إياب الدور التمهيدي الثاني من منافسة كأس الكاف، يواجه اتحاد العاصمة اليوم نادي الملعب التونسي بملعب ميلود هدفي بوهران. يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت لصالح الملعب التونسي بنتيجة هدف لصفر بملعب رد. وفي إطار إياب الدور الثاني من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تأهل النادي الرياضي القسنطيني إلى دوري المجموعات بعد تحقيق الفوز على منافسه زواتريمان الغاني بهدف دون رد من إمضاء اللاعب زكريا بن شاعة في الدقيقة 19 من وقت المباراة. عملية جماعية متميزة، دقيقة مدروسة محفوظة، تنتهي بعقب من لاعب كبير فنان ثم دادي مواقي، توقيف ترويض المراوغة والتسديد بالقدم اليسرى. كرويا دائما، ولحساب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، فاز مساء أمس فريق مولودية الجزائر على منافسها الاتحاد المنستري بهدفين مقابل الصفر بملعب علي عمار بدويرة في مباراة الإياب. وبهذه النتيجة يتأهل فريق مولودية الجزائر إلى دور المجموعات من المنافسة القارية. سوسودي أمام براعة الحارس أبطال إفريقيا. محليا، ولحساب الجولة الأولى من الرابطة المحترفة لكرة القدم، فاز فريق أتلتيك بارادو على ضيفه أولمبي شلف بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة التي احتضنها ملعب 20 أوت بالعاصمة، ليلتحق الفريق بريادة ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الموجز.